كما سبق وذكرنا من المقرر أن تفتتح الدورة التاسعة لقمة البريكس في مدينة سيامن بمقاطعة فوديان جنوب شرقي الصين اليوم الأحد، وستجذب هذه المدينة الساحلية أنظار العالم بجاذبيتها الفريدة التي لا ترجع إلى مناظرها الجميلة فحسب بل إلى قدرتها الكامنة الهائلة في التنمية الاقتصادية. في التقرير التالي سنتعرف على أسباب اختيار هذه المدينة الصغيرة كمدينة مستضيفة للقمة هذه الدورة. مدينة سياحية تلقب بمدينة الحدائق، واحدة من أول المناطق الاقتصادية الخاصة الصينية الأربعة، أما الآن فهي ثاني مدينة صينية تستضيف قمة دول بريكس. هذه الشركة المحلية لصيانة الطائرات التي تم تأسيسها قبل 14 عاما شهدت تطورا سريعا، حيث امتدت آمالها التجارية من تقديم آمال فحص والإصلاح لطائرات مدنية إلى تصميم طائرات خاصة وخطوط طيران وتدريب العاملين المختصين بصيانة الطائرات، مما جعلها تصبح أكبر قاعدة خاصة لصيانة الطائرات في الصين. ومع استضافة مدينة شعمن قمة البريكس هذه المرة، تتطلع الشركة إلى تعزيز التعاون مع مزيد من الشركات من دول البريكس. بالإضافة إلى تقديم مختلف الخدمات للشركات الصينية المحلية، كانت هناك تبادلات وثيقة بين شركاتنا والشركات من بعض دول البريكس، حيث وفرنا أعمال الإصلاح واسعة النطاق للشركات من جنوب أفريقيا وروسيا لعدة مرات، كما قمنا بتصميم خطوط الطيران للشركات الهندية، ونعتزم توسيع مجال خدماتنا للبرازيل وحتى مزيد من دول العالم في خطتنا المستقبلية. أما في الجانب الغربي من المدينة، هناك منطقة تجارة حرة تقدم مجال اللوجستية والنقل والتجارة. هناك عدد من قطارات الشحن التي تسير فوق أول خط سكك حديدي ينطلق من مناطق تجارة حرة صينية صوب الدول الأوروبية، مما يساعد على بناء المدينة كنقطة وصل هامة تربط الحزام والطريق. بفضل صناعة الإنتاج المتطورة في مدينة شامن ومناطق مجاورة، فقد حصلت المنتجات العالية التكنولوجية المحلية الصناعي التي تم نقلها في خطنا لإقبال واسع لدى بعض الدول الأوروبية. كما قدمت الجمارك المحلية تحصيلات للمنتجات المصدرة، مما يساعد على إرتقاء بفعالية تشغيل هذا الخط. إضافة إلى فتح ممرات جوية وبرية جديدة، تتخذ مدينة شعمن إجراءات حثيثة لتفعيل دور الإبداع في دفع بناء ميناء شعمن كميناء دولي في أنحاء العالم، حيث تم استخدام نظام التحكم عن بعد ذاتي التطوير والسنة لنقل الحاويات، مما يجعل ميناء شعمن أول ميناء يحقق الأوتوماتيكية الكاملة. قمنا بالإبداع في ترتيب العاملين أيضا، حيث غيرنا فريقنا لتشغيل نظام التحكم عن بعد من الرجال إلى النساء بعد الترتيبات المعنية، مما مكنهم من تعلم مهارة تشغيل أوتوماتيكي لأعمال شحن وتفريغ. كما توصلنا إلى اتفاق مع ميناء أبو ظبي لمشاركتهم خبراتنا وتجاربنا الناجحة، وسنواصل خطواتنا الإبداعية لتحقيق نتائج أفضل. من مدينة ساحلية صغيرة إلى مركز نقل دولي، حققت مدينة شعمن منجزات ملموسة في المجالات الاقتصادية والتجارية بفضل جهودها المستمرة في دفع الانفتاح والإبداع. ومع استضافة قمة بريكس هذه المرة، ستتخذ هذه المدينة فرصة ثانية لإظهار صورتها الحديثة وجاذبيتها الفريدة لكل أنحاء العالم. ونجين، سي جي تي العربية، شعمن.